السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أول شيء صلوا على النبي. صح من النوم ويقول عندي موضوع مهم ودي أشارك متابعينك فيه. موضوع صباح مهم الخير. أكيد، موضوع مهم. الله الله مهم. تفضل، وش موضوعك؟ الحين انا بجيتك إيه عن هذول اللي يكرمونهم من القبيله، اللي زين معروف إيه ولا زين فعلا يجملوا زي كذا. ممتاز، ايه ويكرمون القبيله، يكرمونها القبيله، شيء طبيعي. طيب إيه ويكتبون به الشعار، ممتاز صح؟ إيه طيب، وحسابات القبيله تنزل صورهم. والله كلام جميل يا رب. صحيح، تفضل. والله شكل الموضوع مهم. ايه تمام. ايه طيب انا ليه ما يزينوا اللي معروف؟ وشون؟ يزينوا اللي تكريم. وش اللي انت سويته انت؟ انا كافي ان قبيلتي شر. ما هو يقول الشعر يقول بعض البشر مدري شلون، بعض البشر لا شلون؟ لا صار كافيك شره، كنا ايه مسوي بك 80 معروف. 80 معروف، انا ابي معروف وتبي تكريم بس. لا انا كافي القبيله شرك. الله الله. هذا وحنا اقول. طيب الموضوع مو صحيح. انا والله اول مره يمر علي الموضوع ده، ايه؟ لكن انا اقول اللي كافن الناس شر سواء القبيله ولا غير القبيله صح، جزاها الله خير وبيض الله وجهه. ما نبي هذه، ما نبي لا جزاك الله خير ولا بيض الله وجهك. حنا رجل نبي شيء معنوي يخلينا نمشي على هالموال. تبوا انت انتم واجد، انتم عددكم لا والله انه والله انه. طيب خلاص، انا عموما عموما القبيله ونجيه. يكرمونكم لانكم كافين الناس شر. الله الله، والله ترى والله ما يشيل، والله ما يشيل. اسمع خبرك، انت رجال عندك ناس واجد، وهذا موضوع واللي بخاطري قلته. خلاص ابد، وصل زين. ان شاء الله ان شاء الله يا الربع لا تحدونا على الرد. لا لا ان شاء الله، لا ان شاء الله بنكرمكم. ترى ما احنا قليلين شر. طيب اوكي، بس انا اقول ودي تعطونا فرصه. لك 10 ايام. طيب اوكي، الله سلمني على اخوياك اجل.